نظر دائما الى قطاع الناشئين. يعني النهارده زي ما حضرتك قلت في بدايه كلامنا انه كان من ضمن القرارات اللي تم اتخاذها اليوم في مجلس اداره النادي الاهلي، وهو تواجد الكابتن محمد شوقي او تعيين الكابتن محمد شوقي كنائبا للكابتن بدر رجب، كنائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين. وبالتالي قطاع الناشئين ونظره دائما على قطاع الناشئين، الرجل برضو واخد باله ان النادي الاهلي بيعمل كده وبيحاول ان يحافظ على قطاع الناشئين، فابتدى يجيب ثلاثه من اللاعبين الناشئين، يعني احمد حسن، احمد نبيل كوكا، زعلوك، كريم الدبيس. هذا الثلاثي وغيرهم موجود بيتمرن على الاقل مع، يعني انت فتره قادمه ستجد ان معظم اللعيبه في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وبالتالي هتجد عدد كبير من الناشئين موجود، وبالتالي نظره الرجل للناشئين مختلفه. طبعا، وانا بحكم ان انا براقب المباريات كلها بتاعت البراعم وبتاعت الناشئين من قبل اتحاد الكوره، فببقى موجود على طول هناك في النادي، اتفرج على الماتشات، على الماتشات غصب عني، يعني بروح ما بيبقى في، ما عنديش استوديو ولا حاجه، ببقى هناك في التوقيتات دي كلها وبتفرج، وانا اللي برشح لعيبه كتير قوي. فتلاقي برضو تربيه الناشئ اللي موجود دلوقتي حاليا هو النادي الاهلي. اوكي، يعني انا عندي مثلا، هديك مثلا صغير لسه، انا امبارح كنت بتفرج على 2015. 2015 دول ما لهمش مسابقات ولا ليهم اي حاجه، تمرين بس، انما شفت ولد، مش ولد واحد، شفت مجموعه، المجموعه ب، مش كمان هقول مش لك حالي. الف. ها، كنت يعني مبسوط، انبهرت، بقيت قاعد مبسوط ان ده المستقبل اللي جاي. 2014 كذلك، 2013 اعتقد مسكهم ميدو احمد ماهر، يعني الناس دي بتفرج عليها هايلين. اوكي، البادلك بتاع كابتن بدر رجب اللي هو فيه لما جه حصل شويه تعب وشويه حاجات، ان شاء الله يوم بالسلامه، الف سلامه يا كابتن بدر، وان شاء الله كابتن بدر احنا بالسلامه. بنرسل لك تحياتنا كلها طبعا، والمجهود، دي الراجل بيخرج من الارهاق والتعب، ابص الاقيه في صحيح وسط الملعب، انت بتنتحر يا بدر ولا بتعمل ايه بالظبط؟ يقول لك دي شغلي وانا بحب الاولاد، وفعلا ليه روح كده ووجود، عاملين حاله كلهم لاولاد اخوات، يعني المدربين كلهم صحيح طبعا، كابتن وليد ف نفس الشكل نفس الطبيعي، يعني تحس ان خالد بيبو راح مدير كوره، قطاع الناشئين ماشي بنفس النهج بنفس الشكل طبعا، لان سياسه، بقول لك ما فيش حاجه، بس السنه دي انا شايف فيه امكانيات لعيبه مش القريبين من الدرجه الاولى اللي هم ال 2007 و2008 و2009 وانت نازل، عندنا كتيبه ولاد مواهب انا لم اتخيل هيبقى لهم دور كويس، دور جامد جدا جدا جدا، يعني كلهم لا يقلوا عن عمر سيد معوض، ربنا يديله الصحة، أنا كنت براهن على عمر سيد معوض، ولكن الإصابة اللي حصلت له دي هي اللي، يعني أنا من الحاجات اللي ضايقتني جدا، ألف سلامة لعمر لابننا سيد الصغير معوض. عمر سيد حاجة معوض عندي ووالده بقى، من طبعا عندي زي عمر طالع ناس كتير قوي. أوكي، مواهب، تفكر كل ما نيجي نتفرج يقول مواهب قلت، شخصية اللعيب نفسه ما بقتش هي دلوقتي حضرتك بتقول لا 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 لا, لا. انا ما سعيد ومبهور. اوكي، يعني اعتقد قطاع البراعم تامر حفني، تامر حفني ده طبعا، تامر يعني ما بيروحش، يعني كابتن وليد سليمان وتامر حفني وجميع الاولاد العاملين يعني والمدربين، اعتقد كابتن اسامه زكي والناس دي كلها، مش حافظهم كلهم بالاسم، انما ما بشوفهم طبعا اعرفهم واحد واحد، انما الحمد لله، يعني احنا محظوظين بيهم ومحظوظين بالاولاد اللي هم سافروا لهم، راحوا المنصوره وراحوا الاقاليم وراحوا الصعيد، عندنا كتيبه لعيبه صغيره هايله، حاجه تفرح. يعني قبل كده انا اقول لك على حاجه، كنت بنطلع اتنين واحد نشد ونوديه، دلوقتي انا مجموعه مبسوط، جيد، مبسوط جدا. يعني حضرتك بتتكلم عن مجموعه ب، فما بالك بمجموعه الف؟ ده انا بقول لك 2015 ب، يعني بالصدفه، يعني كابتن هشام اعتقد هو اللي ماسكهم، حاجه تفرح. أوكي، اما بص الاقي ولد صغير 2015، انت عارف 2015 ده عنده 8 سنين وبيعدل وبيشمل واشول وبيبعتها من اي حته،
بتبقى تبص كده يعني يا رب ربنا يحفظهم يعني ويبقى لهم ونشوفهم احسن مننا على الاقل.